قبلك. اللهم اعذنا من النار، اللهم اجعلنا من الصالحين، واجعلنا من اللهم انت السلام ومنك السلام، عندنا عودة لا السلام، وعندنا لا السلام، تبارك ربنا وتعالى جل جلاله والاكرام. اللهم ربي، اللهم ربي ولوالديك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الجنة والناس. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لي حلالي حرامك وحرمي بغيك ومن سواك. اللهم اغفر لزوجي ووسعني في داري وبارك لي في رزقي. اللهم انك وعبدنا يا كريم يا إله العالمين، أمسك بسيرك بلا منافع ألا أمسك بسيرنا وحكمة بمجدك وفيك تاب الله ألا تسمع لقرآني بما يوسف أمسك بشفاك أولادنا يا الله ألا تسمع لقرآني إن وصية تاب الله ألا تسمعني القرآن بشرور سي محفوظ فرما ألا ديني الدنيا بنقصان سي محفوظ فرما ألا كل جلالك كامیابی نصیب فرما ألا الدنيا بنبی مسیح الحمد الزمیر و رسولان فرما ألا الدنيا کی ارب و تاجی اسے ہمیں موجود فرما ألا ہمیں کسی کا موت آگ نہ کر ألا ہمیں سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.